إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس، بطبيعة الحال العاصمة العلمية للمملكة. تلقينا اتصال من عند هذا الشاب أكيد اللي كيقطن في الحي المرجة، واللي يشكي وكيقول أنا بغيت القانون يطبق على كل شيء. كيفاش وقع عليه هذا الشاب؟ شاف يعني الجيران يعني مسقفين ليكور ديالهم وبانيين يعني من السفلين للفوق، وقال علاش انا تانا ما نبنيش هاد لاكور هادي، ما نسقفش داك السفلي ديالي وهكا كنستافد منه. فكيتفاجئ باحد الجيران اللي شكا بك، ياك اخاي شكا باحد الجيران، وبطبيعه الحال القايد والسلطات على المستوى ذاك المنطقه جاو باش يهدموا ليه، وجاو يعني باش يريبوا له داك الشيء. فهو بقى كيتسائل كيقول انا كمواطن مغربي يعني مع القانون، بغيت القانون يطبق، الا كانوا بغاو يريبوا لي انا فانا مع القانون، ولا كنت مخالف من القانون انا مستعد بانني بطبيعه الحال نحيد هاد لاكور، هاد السقف اللي مسقف لاكور، ولكن كيفاش لان الجيران ديالي بانين وانا غيحيدوا لي بوحدي والاخرين بانين؟ فهنا ما بغاش تهضم له، كيقول وكيشكي وكيقول لا كان القانون يطبق على كل شيء. وغتسمعوا المهم التفاصيل ديال هذه القصه على لسانه، دار فيديوهات يعني في اليوتيوب في اللاشين ديالو، رسل وراسل القناه ديال شوف تيفي اللي دوزات ليه فيديو بطبيعه الحال على القناه، وهو قال لك انا ما يمكنش لانني نسكت على حقي، بغيت حقي ما يتهضمش، وبغيت الا كان القانون يطبق خصو يطبق على كل شيء. غنسمعوا التفاصيل على لسانه بطبيعه الحال. خويا العزيز تحياتي لك، بارك الله عليك. اول حاجه كنشكر شوف تيفي اللي واقف معايا ومسانداني. الله يحفظك. الاسم ديالي عبد الرحيم، كنسكن في مدينه فاس. المشكل اللي واقع لي اخويا واقع في تجزئه البردعي في المرجه. المشكل اخويا انا قدمت شكايه ضد هاد الناس هادو اللي مخالفين لاكور حدايا، ومشيت اخويا سقفت غير السفلي، ما دار حتى شي واحد، ضاليت السفلي ما دار حتى شي واحد. كنت فاجئ اخويا كيجي عندي مقدم بالليل قال لي خصك تكلم للقايد. قلت له علاش اخويا شنو كاين؟ قال لي راك ضاليتي خصك غدرك على الناس. قلت له انا هذوك الناس اللي شكاو بيا انا ديجا دافع شكايه ضدهم وما شفت حتى شي حاجه، ما توصلت حتى شي حاجه وما مازال بانين. قال لي لا خصك تمشي عنده. مشيت عنده لا غد ليه، قلت له شنو كاين سعاده القائد؟ قال لي خصك تريب داك لاكور. وسعاده القائد ما قلت له زعما راه ما دار حتى شي واحد. قال لي لا والو. قلت له سعاده القائد زعما لا نريب انا حتى هما خصهم يريبوا، انا راه دافع شكايات عندك ودافع شكايه في 31 شهر 7 2023 وما شفت حتى شي حاجه، ما مازال داك الشيء هو هذاك ومضرقين عليا الشمس، ما شفت حتى شي حاجه، ما عطاونيش حقي بالعربيه نيشان، ما عطاونيش حقي. انا دابا انا تلجات لهاد الناس هادو كيوصلوا الصوت للشعب، كلشي كيوصلوا له الصوت ديالو. دابا انا بغيت القانون يطبق على كلشي، ما بغيت حتى شي حاجه، انا نردم داك الشيء نحيدو، داك المخالفه اللي قال لك اسيدي انا دايرها انا قد نمشي نحيدها، غير يجيب لي توريزاسيون خارج الهدم علينا كاملين، ماشي خارج عليا انا بوحدي. توريزاسيون خرج علينا كاملين، ماشي خرج على واش انا ماشي مغربي، ولا كنت انا ماشي مغربي يقولها لي، يقول لي انت راك ماشي مغربي نطبق عليك القانون، هذه واخا، اما انا مغربي خصو ياخذ الحق ديالي وياخذ لي حقي ويتصنت ليا ويسمع لي. دابا انت ملي كتخرج لاكور ديالك كتشوف بان الجيران بانيين اخويا مخالفين، كلشي مخالف، ما كاينش شي واحد مخالف، ثلاثه بهم مخالفين. كتشفتي بان كلشي باني قلتي انا اييه بغيت نبني انا ما دار حتى شي واحد. نعم. فهمتي ما دار ومقدم شكايات. نعم. عندي شكايه دابا حاليا راني من وقع هذا الشيء هذا فيكسيت ثلاثه شكايات فاكسيتهم لساده الوكيل. ومشيت للعماله تا هما فاكسيت لهم وحده، عطيتهم وحده ديجا في شهر 7 31 في شهر 7 2023 واللي درت لهم تذكير الشكايه الثانيه، استقبلوني مزيان وهضروا معايا مزيان، قالوا لا حنا غناخذوا لك حقك وغنشوفوا لك هذا الشيء هذا ان شاء الله. ايوا انا بغيت القانون يطبق علينا كل شيء، انا ما كنقول سعاده القائد حتى شي حاجه، يطبق علينا كل شيء، بغى يهدم يجي يهدم، انا ما كنقولوش ما تهدمش ولا شي حاجه، صيفط اللي يهدم ولكن يكون توريزاسيون مع الوكيل الملك ويجي يهدم لي. انا ما عنديش مشكل، المخالفه ديالي سهله، انا عندي غير سفلي مضالي، ما عنديش شي حاجه وما مضالي ما زعما ما دارش شي واحد ولا شي حاجه ولا مغطي على شي واحد، رانا الجيران اللي انا شاكي به، الجار اللي شاكي به مغطي عليا، ما كنشوفش السماء كاع، ما كنشوفهاش بحال اللي ما عرفت فين راني. اه وانت كتشوف اخويا انا بغيت الصوت ديالي مسقفين غير اكور
غير لاكور بوحدو ولا باين فوق لاكور؟ الا بانيين طالعين حتى للسطح اخاي، كلهم طالع، كل شيء طالع حتى للسطح. ثلاثة بهم اخويا، ثلاثة طالعين حتى للسطح، أنا بوحدي اللي كاين لتحت فيها، وراه عندي الدلائل، عندي كل شيء، ماشي غير كنقبضوا نهضر. عندي الصور، عندي كل شيء اخويا، عندي الشكايات دياولي. دابا اخويا عندي جوج في العمالة، وحدة عطيها القائد، عطيتها له في شهر 7، 31 في شهر 7 2023. وعندي ثلاثة شكايات فاكسيتهم للوكيل المالك. واش هذا القائد هذا ولا القائد اللي كان قديم؟ لا القائد الجديد. جديد اخي. شدها القائد الجديد دابا. الكاتب إيه الكاتب ديالو ولا عطاها له؟ الكاتب ديالو هو اللي كشالي عليها. نعم واخا عطيني نرجع لعندك. اذا متابعينا كما سمعتوا معنا فتفاصيل هذه الواقعة كاينة على مستوى حي المرجى، فهو كيقول انا شفت الجيران ديالي بانيين لاكور يعني مستغلينه بطبيعة الحال، مسقفينه وطابانين فوق منه. بقيت كنفكر قلت لاش انا ما نبنيش. اياه جا شي واحد دار بيا شكايه، تفعلت الشكايه بالنسبه لي انا جاو باش يهدموا لي. بقيت كنسال مع راسي كما كنقولوا حنا المغاربه باللغه العاميه باللغه الدارجه، بقيت كنسال مع راسي علاش غيهدموا لي انا بوحدي وانا كنشوف الجيران ديالي بانين وما هدموا لهمش. مشيت درت شكايه انا بهذا البناء اللي كاين طبيعه الحال هو مخالف للقانون، يعني لم تتحرك السلطات من اجل هدم لربما البنايات المجاوره. كيتسالوا كيقول الا كانوا قانونيين، عندك يكونوا هذه البنايات قانونيين ولا قانونيين اخويا؟ لا ماشي قانونيين، مخالفين للكرات وداخل عندي اخويا. واحد داخل عندي من هذه الجهه، كل شيء اخويا مخالف القانون تما في لاكور. في كاينين حنايا ما كاينش اخويا شي كور قانوني تما، مني وجبد انا براسي مخالفه، انا مخالف في السفلي وغنهدمو، بغاوني نهدمو يجيب لي توريزاسيون نهدمو، ولكن يجي لهاد مع الجامع. انا بغيت القانون يطبق علينا كاملين، ما يطبقش عليا بوحدي. انا راني مواطن مغربي وعندي لاكارت ناسيونال فيها جنسيه ماروكيه، ما عنديش شي جنسيه اخرى، انا مغربي. هادشي اللي بغيت انا. اي ما حقره داروا لي جايين يريبوا لي بوحدي. مصيفط المقدمين ديالو قال لهم سيروا ريبوا له. هادشي انا اللي ما عجبنيش الحال. انا هذا انا كنطلب منه من القائد ياخذ لي حقي، انا ما بغيتش شي حاجه اخرى، انا غير ياخذ حقي. انا ما قلتلوش ما تريبش، بغى يجي ريب يجي ريب، يجيب توريزاسيون ويجيب لنا الشكايه ديال، يجيب توريزاسيون علينا كاملين يهدم لنا، ما كاينش مشكل. انا قاد الريب من غدا كاع يجيب لي توريزاسيون يقول لي راه ريبوا، انا الريب بيدي ما نعذب حتى شي واحد. هادشي انا اللي باغي. بالنسبه للاخرين واش هما حاجبين عليك الرؤيه لربما في لاكور؟ ما كنشوف حتى حاجه، كنشوف ما فهمتي الشمس ما كنشوفهاش كاع اخويا، ما كنشوفهاش انا الشمس. وعندي رخصه، انا عندي رخصه، راني باني بالرخصه ماشي باني عشوائي ولا شي حاجه. حنا في الجزيئه بتجيب الرخصه اخويا، باني في الجزيئه، راه ماشي باني في شي حي اللي ماشي هو هذاك. راه الجزيئه نقيه بانيين فيها، ماشي شي جزيئه زعما شي حي شعبي مهمش ولا في شي كاريه، راه حنا باني في الجزيئه. هادشي اللي بغيت نوصل لكم انايا، وكنشكركم بزاف، وعاش الملك والله ينصر سيدنا، وبغيت الملك نصره والله يدخل في هادشي هذا، والله ينصر سيدنا، وكنشكر شوف تي في بزاف اللي وقفت معايا وساندتني، الله يرحم لكم الوالدين. مرحبا خويا العزيز. اذا متابعينا كما شفتوا هذا الشاب اكيد من قلب العاصمه العلميه يشتكي ويقول انا بغيت القانون يطبق علينا كاملين، انا ماشي غنكون حاله استثنائيه، غير يطبق علي القانون. ويعني يتم يعني تجاهل ربما المخالفين الاخرين. هذا الامر كينطبق في البناء العشوائي اللي كيكون، كينطبق كذلك على اصحاب الفراشه. الفراشه كتلقى شحال من واحد كاين اللي كنديروا له حي كتلقاه بان فيه محاربه يعني التجار المتنقلين، وحي كنلقى بان ربما كتكون عين ميكا. فهنا هذا السؤال دائما ديال ان واش انا القانون غيطبق عليا بوحدي، كيتطرح في مجموعه من القطاعات وليس فقط في القطاع ديال البناء العشوائي. فنتمنى الصديق باش اننا ربما الجهات المسؤوله تفاعل مع هذا النداء ديال هذا المواطن، لان مطلب غير القانون. وحنا بطبيعه الحال حنا ماشي، حنا لا نتبنى الروايه، حنا ماشي طرف في القضيه، حنا لا حنا حنا مع 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 الجميع طبيعه الحال، كنقلوا صوت المواطن وحق الرد راه مكفول بالنسبه للجيران. فبطبيعه الحال لا بغاو يخرجوا يقولوا واش هما قانونيين، الا كانوا قانونيين يخرجوا يقولوا بانهم قانونيين، كانوا مخالفين للقانون فخاص القانون يطبق على الجميع. هذه الرساله ديالك اخويا العزيز. شكرا متابعينا، كنت معكم مراسل قناه بمدينه فاس، حياكم الله الى بث مباشر اخر. حنا غنبقاو متبعين هذا الملف ونتمنى من السلطات لانها تتفاعل مع الشكايه ديال هذا المواطن اكيد اللي بغى القانون يطبق على كل شيء وماشي عليه هو فقط. حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.